مفكرين إننا في الحقيقة. بعض التصريحات اللي قالها أحمد العوضي عن دور جابر قدام مهرة اللي هي ياسمين عبد العزيز في مسلسل ضرب نار. بس يا ترى ليه مهرة رفعت قضية الخلع على جابر؟ وهل المشهد ده ممكن يأثر عليهم في بيتهم؟ الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي عاملين دويتو حلوة قوي مع بعض في الأعمال الدرامية، وده اللي بيخليهم لما يشتغلوا مع بعض في أي عمل بيقدروا ينجحوه. مش بس كده، دي الكيمياء اللي بين الاتنين بتتجسد في الأدوار اللي بيأدوها مع بعض علشان يطلع الدور كويس للجمهور، وده زي ما احنا شفناهم في المسلسل اللي قبل كده، مسلسل اللي ملوش كبير، واللي قدروا انهم يجسدوا أدوارهم وكأنها حقيقة قدام الجمهور، وده ظهر لما كان العوضي بيدلعها وبيقول لها يا وحش الكون. كمان الموضوع فعلا انعكس على الحقيقة لما الاتنين طلعوا مع منى الشاذلي وقال لها ياسمين دي وحش الكون. مش بس كده، دي لما منى قالت له عرفت حد على ياسمين فرفض يرد، فقالت له منى يبقى تشيل ياسمين. العوضي رد وقال لها وحش الكون مش بيتشال. العوضي ظهر بقى في رمضان ده مع زوجته ياسمين عبد العزيز في مسلسل ضرب نار، واللي بيجسد فيه دور جابر اللي هو شغال في الممنوع علشان يبيع أدوية مغشوشة. مش بس كده، دي مهرة اللي هي ياسمين عبد العزيز عايشة معاه ومتجوزين والدنيا حلوة. من أقوى المشاهد بقى في رأي الجمهور في مسلسل ضرب نار هو مشهد لما عرفت مهرة اللي هي ياسمين عبد العزيز ان العوضي بيبيع أدوية مغشوشة، وده اللي بيخلي فلوسه حرام. مش بس كده، ده هو السبب الوحيد اللي خلاها تجري على محكمة الأسرة وترفع عليه قضية خلع علشان تسيبه وتبعد عن فلوسه الحرام. طب مهرة اللي هي ياسمين عبد العزيز ما وقفتش لحد هنا؟ لا، دي بعد ما رفعت قضية الخلع على جابر اللي هو أحمد العوضي، القاضي سألها انت عايزة تخلعي لي يا مهرة؟ المهم قالت له يا سيادة القاضي أنا عايزة أسيبه وأطلق منه علشان فلوسه حرام. الأهم بقى، القاضي حكم لها بالخلع وخد كل واحد منهم الورقة بتاعة الخلع، بس عوضي أو جابر في المسلسل قطع الورقة بتاعته، وكمان ياسمين أو مهرة خدت بعضها وطلعت على ماجد المصري وقالت له أنا موافقة على الجواز بس بعد ما العدة ما تخلص وكمان أولد، بس جابر ما يعرفش إني حامل. الفنان أحمد العوضي علق على دعوى الخلع اللي رفعتها ضده الفنانة ياسمين عبد العزيز في الحلقة الـ 12 من مسلسل ضرب نار. مش بس كده، ده ضاف ان الجمهور بيربط بين قصتهم في الحقيقة والدراما والتمثيل، ووضح كمان العوضي ان اللي حصل ان مهرة رفعت قضية على جابر مش ياسمين اللي رفعت خلع على العوضي، في فرق. بس الجمهور بيتعامل مع مهرة وجابر على انهم ياسمين خلعت العوضي. العوضي خلص كلامه بان مشهد الخلع كان ماستر سين بالنسبة ليهم، وقال كمان انه من المشاهد المهمة في المسلسل علشان كده كانوا مستعدين ليه ومركزين جدا، وحاولوا دايما يكسروا توقعات الجمهور. مش بس كده، ده في ناس كتير تفاعلت مع المشهد ده.